في هذا الفيديو سوف نشارك معكم آخر أخبار بوليود، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. كشفت الممثلة الهندية سوارا بهاسكار عن رغبتها في حذف حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما وصفته بالمضايقات التي تتعرض لها من وقت لآخر، وكان آخرها تهديدها بالقتل، علما أن سوارا ليست أول فنانة تتعرض للتهديد هذا. وقد عبرت الفنانة الهندية سوارا في تعليق على صفحتها عبر موقع فيسبوك أن مواقع السوشيال ميديا باتت مزعجة جدا، وأضافت: أتلقى يوما مضايقات كثيرة إلى جانب التهديدات، وأفكر في حذف حساباتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وللإشارة، ففي الآونة الأخيرة تلقى سلمان خان تهديدا مجهولا بالقتل، والآن تلقت سوارا هي أيضا تهديدا، وقد رفعت شكوى في مركز شرطة فيرسافا، حيث سجلت الشرطة مخالفة غير معترف بها ضد أشخاص مجهول الهوية. فالتحقيق في هذه المسألة ما زال مستمرا للكشف عن أصحاب هذه التهديدات. وللعلم، فإن سوارا تشتهر بصوتها وجرأتها فيما يتعلق بآرائها ووجهة نظرها المتوازنة، إنها لا تخجل من القيام بأدوار صعبة، وقد فتنت الجمهور بأدائها المذهل على مر السنين. تلقت سوارا تهديدا قبل يومين من خلال خطاب بدون تحديد هوية المرسل، وتم تسليمها عبر البريد السريع في مقر إقامتها، وكانت الرسالة مليئة بالتهديد على حياتها ومليئة بالانتهاكات. نشرت الممثلة والنجمة الهندية بريانكا تشوبرا مجموعة صور مع زوجها نيك جوناس من إحدى الجزر، حيث كان يقضيان إجازتهما، وقد أظهرتهما من موقع إجازتهما، وكان ذلك من الشاطئ ذو الرمال البيضاء والمياه الزرقاء الصافية، حيث استمتعت في السباحة وقضاء الوقت مع زوجها. وقد حازت الصور على أكثر من مليوني إعجاب علق عليها المتابعون معبرين عن حبهم للثنائي. وهذه أول إجازة لبيانكا وزوجها بعد استقبالهما مولودتهما الأولى منذ أشهر، وقدر أكثر من 3 أشهر في العناية المركزة، وكان رزق بالطفل بعد لجوئهما إلى أم بديلة.